كل شيء يحدث بسبب ولسبب، لا مكان للصدفة في أقدارنا. هيك بتقول أمه للبطل برواية ساق البامبو لسعود سنعوسي. السببية مفهوم كتير كبير، ما لح نتطرق له، بس كتير بيخطر لي سؤال: لو ما صارت هاي القصة بحياتي كيف كانت حتكون حياتي؟ وأبسط التفاصيل ممكن تأثر، يعني مرات كتير بكون متأخرت لسبب معين وأنا وعلى الطريق بلاقي إنه صاير حادث، فيمكن لو ما تأخرت هذا التأخير كنت بكون أنا بقلب هذا الحادث. ومثل هاي الأمثلة كتير كتير. فشو برأيكم، هو صدفة بحتة ولا هو كل شيء يحدث بسبب ولسبب؟ شاركونا بالتعليقات.